اليوم غادي نهضروا على كيفاش دير تربح من ستيك. بزاف منا عندهم واحد العملات الرقميه اولا ديك كريبتو مودي اللي محطوطين في الاكونت ديالهم وما كيديروا بهم حتى شي حاجه، غير كيساينوهم مهودينهم كيساينوهم يتزادوا في القيمه ديالهم. خاصكم تعرفوا بان كاين واحد الحاجه اخرى ممكن تخلينا نستافدوا منهم بجوج طرق اللي هي نهولديو وميم طون ندخلوهم في واحد لي بولز اولا في واحد الاماكن واحد الحسابات ديال السيفينغ اولا ديال الادخار في لا بلوكتشين ديال كريبتو مودي ويلقاو يرجعوا لينا بواحد العائد سنوي او لا شهري او لا يومي كيف ما بغيتوا. اليوم غادي نشوفوا هذا الشيء كامل كيفاش نديروا ستيكينغ، شحال ممكن نربحوا منه. هنا في غادي يولي عندنا واحد الباسيف انكم، يعني واحد الفلوس كيدخلوا لنا، واحد العائد كيدخلنا بلا ما نخدموا عليه بلا ما نديروا حتى شي حاجه. فلوس ديالنا كنلوحوهم وما كيمشيو يجيبوا خواتاتهم الفلوس. هذه هي التفسير ديالها بمعنى الكلمه. اوكي بالنسبه للناس اللي متبعين الانستغرام راكم شفتوني كنهضر على هذا البلان الويكند اللي فات، وريتكم شحال حطيت في اليو اس دي سي وشحال العائد ديالو السنوي 18%، وكنت وعدتكم غادي ندير لكم فيديو في يوتيوب باش نشرح لكم داكشي اون ديتاي. دونك دابا ندوزو للديتاي على بركه هذا سطعني، هذا ما خلانيش كاع نصور يلاه سلم عليهم قول لهم يستيكيو. دابا ندوزو للليكرو ونفسر لكم البلان كيفاش داير. غادي نديرو شي جيف اوي نيت في هذا رمضان هذا، باي ذا واي رمضان كريم عليكم كاملين. اخر واحد غادي يخلي كومونتير في هذا الفيديو ديال اليوتيوب، اليوم كاين 4 في الشهر نديرو من هنا 10 ايام يعني 14 في الشهر، اخر واحد غادي يخلي كومونتير ديالو ويكون ملايكي بيان سور لا فيديو ويكون ابوني لاشين ابوني ليا في انستغرام غادي يربح معايا 500 درهم غنصيفطها له اس دي تي في الحساب ديالو ويدير بها اللي بغا. صافي دونك عاول عليكم اخر واحد غادي يربح ان شاء الله. اوكي جايز الو دونك كتعرفوني انا عندي المنصه كيخدم فيها هي باي بيت. اوكي هنا فين حط البالانس ديالي، بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه ممكن تهبطوا في الليان تحت باش تقيدوا، ممكن تحلوا اكونت معاهم صراحه الخدمه ديالهم زوينه اللي عندهم ديجا تبعوا معايا. اوكي دونك غادي تمشيو هنايا الان. اوكي غدير ايرن تبرك عليها نيشان، غتلبان لك هنايا كاع لي سيرفيس اللي كيبروبوزي. دونك اوفر فيو عندك لانش بول دول اسيت انفستمنت ديفاي ماينين فليكسيبل سيفينغز، دونك كل وحده غتلقاها هنايا. اوكي الوغ دونك انا في هذا الويكاند كيف قلت لكم مؤخرا جربت جوج ديال لي سيرفيس، هاد فليكسيبل سيفينغز مالوغوزمون داك اللي جربته ما بقاش، وهاد دول اسيت انفستمنت. اوكي دونك نبداو بهذا وغادي نزيد نوريكم كومون سا مارش ديريكتومون، غادي نزيد نعاود نشارك فيه باسكو كدير فيه غير 3 ايام وكتحبس اول نهار. دونك فوالا هادو هما البرودكت بلان اللي كاينين. كاين ممكن ملي كنقولوا دول اسيت انفستمنت كدير بحال اللي كدير جوج العملات كتبقى تايجونجي بيناتهم. دونك انا عندي البيت معاك كنشارك لي لونج باد بزاف راكم شفتوني، والبيت مهولدي وكنبقى مهولدي دائما كنسين لونج باد يجي ولا لانش بول. مالوغوزمون هاد ما كاينينش بزاف دونك قلت خصني نحركو ما يبقاش غير جالس عندي، ولقيت هاد لي برودكت هادو نستافد منهم. دونك هنايا عندك بيت يو اس دي تي بالنسبه للناس اللي عندهم ايثيريوم ممكن يديروها، بيتكوين حتى هي، افاكس دوت بولكادوت لينك، المهم كاين بزاف اللونه حتى هي زوينه كاين بزاف. ديك الساعه تشوفوا نتوما على حسب الاي بي واي ديالكم اللي طالعه ممكن تربحوا فيها بزاف ديال العائد السنوي. اوكي دونك انا حيت عندي البيت ديجا قلت غادي نجرب ديجا نجرب ونعرف هادشي كومون سا مارش. درت وان داي بركت على هادي درت وان داي. اوكي كدير ماكسيموم، انا عندي تقريبا 5000 بيت. دونك هنايا الاي بي واي هو العائد السنوي ديال الربحي ديالك هو 311. الا بغيتي تعرف في الشهر شحال غادي تجيك اولا بالنهار كتشد هذا مثلا عندك 311 غادي تقسمو على 12 شهر غادي يعطيك 25% ديال الربح كعائد شهري. اوكي من داك الكابيتال غادي تحط. اوكي مثلا حتى شي 1000 دولار غادي تجيك 25% اللي هي 250 دولار. ما تنساوش حنايا هنايا راه عندنا غير نهار. اوكي غادي نديروها غير نهار. دونك هادي تقسمها على 30 يوم كتجيك 0.86%. اوكي دونك جربتها انا نهار جاني داكشي مزيان عجبني عاود ديال 5 دايز. اوكي 5 دايز فيها 112% ديال العائد السنوي الربحي. دونك غادي نجيو في الشهر غادي تلقى عندك هادشي هو دو الحساب غتلقى عندك 9% تقريبا 10%. دونك حنا غادي نديروها في 5 ايام دونك خصنا نقسموها على 30 لا شي غنعاود غنديرو 9 مقسومه على 30 غادي تجيني تقريبا 0.3 في النهار. دونك في 5 ايام هي 1.5%. اوكي دونك نتوما ديك الساعه تشوفوا لي غادي يناسبكم. انا كنختار مده طويله باش ما نبقاش كل مره نبقى نعاود الانفيسي الانفيسي الانفيسي. دونك كنزيد ندير هنايا الماكسيموم ديالي. اول حاجه خص يكون عندكم بعدا البيت ديالكم في الكونت ايرن. دونك كان عندكم في الكونت سبوت كتمشي للكونت سبوت وكدير ترونسفيري الكونت ايرن، راه ساهله مهله. اوكي دونك هنا تيقول لك العائد السنوي اللي عندك، هنا تيقول لك البنش مارك برايس ديال
البيت ديال التوكن ديال البيت هو 31. دونك هنايا خاصكم تتبعوني وتفهموا معايا مزيان. اوكي الدراري اسمحوا لي، مور هاد لابيل اللي كتشوفوا عاد جاني ما عرفتش ديكونسونطريت وتخربقت، وكنت كندير ريكورد على ليكرون ساعه صدق ما حيدتها ولا شي حاجه ما عرفتش شنو طرا. المهم كنت باغي نقول لكم داكشي لايف مي مالوغوزمون طرا هاد البلان هذا. غادي نحاول نكمل لكم هكا غير بالسكرين شوت ونوريكم لي ستاب كيفاش كيدوزوا وباش تعرفوا الامور كيفاش دازت هذا المكان. واسمحوا لي بزاف، المهم تفهموا الفكره وتعرفوا كيفاش ديروا تطبقوها. شكرا. اوكي دونك خاصكم تعرفوا بان دابا حنايا غادي نحطوا التوكن ديال البيت. اوكي شنو تيقول لك هنايا؟ كيعطيك ليستيماسيون ديال الربح اللي ممكن تاخذ. هنايا مثلا 4273 بيت تقريبا ساويه 6400 دولار يو اس دي تي. تيقول لك الريتيرنز ديالك هو هاد 67 يو اس دي تي، هذا هو الربح اللي غادي تربح. اوكي هذا تيقول لك اف سيتلمنت برايس غادي يكون اكبر او يساوي 1.32. اوكي الا كان لو بري ديال البيت كان يساوي 1.32 او اكبر منه غادي يعطيوها لك اون يو اس دي تي، غادي يرجعوك حتى البيت ديالك غادي يرجعوا لك باليو اس دي تي. اوكي والربح اللي غيكون عندك هو 97 يو اس دي تي. بالنسبه للربح هنايا ما كيبدلش في بجوج، انا غنفسر لكم. عاود تيقول لك هنايا في دوزيام كونديسيون اف سيتلمنت برايس تيكون صغر من 1.32 كيعطيوها لك بالبيت. اوكي دونك غادي انت غتكون حاط 4773 بيت غادي تولي لك 4847 بيت، يعني غادي تربح 73 بيت. من بعد اللي بغى يحسب شحال 73 بيت غادي تجي، يجي تشوف الضربه في 1.32 غادي تجي، ها انتم شوفوا 73 فوا 1.32 تقريبا نفس القيمه ديال اليو اس دي تي اللي غادي تجيك، يعني الربح تيكون باغي في دون تو لي كا. غير هو في لوكا الاول الا كان كبر غادي تجيك اون يو اس دي تي، الا كان صغر في لوكا الثاني غادي لوكا الثاني غادي تجيك بالتوكن ديال البيت. انا شنو كندير؟ انا صراحه في الاول جاتني باليو اس دي تي، ما مشيتش عاود سرت بها البيت ديالي، لا كنعاود نحطها نيت في هاد ستيكين هاد البروداكت بلان هذا وكنعاود نقلبها هي ما هي، ما كان باش ما كنضيعش داك الطوط شونج لا بغيت نمشي نجري. اوكي دونك كندير ماكسيموم ديالي، غندير سبميت، غادي نشوف الاوردرز ديالي الهيستوريك الاكونت ديالك هنايا. اوكي وغادي نمشيو للهيستوري. الوغ هادي كتشوفوا هادي اللي عاد تحطات دابا دخلات دول اسيت انفستمنت. اوكي ديبوزيت هنايا الارباح هادي اللي عاد كندير شحال هادي، هادي واحد اليومين دونك جاتني فيها 4773. غادي نوريكم شحال حطيت، كنت حطيت هنايا انا غنشوف فين هي. دونك كتعدي 4712 اللي كتحطيت مؤخرا ورجعت ليا 4773 بيت. دابا عاوتاني حطيت 4773 وغادي تولي ليا كيف ما شفنا قبيلات ما بقيتش عقل الصراحه مش ما فيها شي 90 دولار ديال الربح. اوكي دونك اقرا حسبناه هنا راه عندي وي غادي نربحوا 73 بيت، هي جات تقريبا 4850 ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي المهم كنظن بانكم فهمتوا القضيه. دابا غندوزو للثانيه اللي هي غنمشيو عاوتاني الان. دابا غادي نمشيو للفليكسيبل سيفين. دونك كيف قلت لكم هذيك اللي كنت شاركت فيها انا ما بقاتش مالوغوزمون، كنت كتعطي في لو ستيبل كون ديال اليو اس تي كتعطي فيها 13% كعائد سنوي ديال الارباح اللي صراحه زوينه بزاف. وكنت فسرت لكم في انستغرام ممكن مثلا تحط 10,000 دولار وتبقى ترجع لك تقريبا 150 دولار كل شهر. اوكي حتى شي 25000 دولار ترجع لك تقريبا 350 دولار، هي تقريبا حتى شي 50000 دولار ترجع لك 700 دولار 7000 درهم، وهي غاديه حتى شي 100000 دولار ترجع لك مليون و160 الف ريال في الشهر. دونك هذا هو الحساب، كل ما كان الكابيتال كبير كل ما كان العائد عائد كبير. ما تنساش عندنا هذه القضيه ديال كومباوند انتريست او لا كومباوند ايرنين، هو داك الارباح اللي كتربح تكون على شكل يومي، هذا هو الزوين ماشي على شكل شهري ولا على شكل سنوي. يعني مثلا انا نفرضوا حط 10000 دولار وانا نوريها لكم دابا حاليا، غادي نمشي للارن اوردر هنايا غادي تلقاو هنايا عندي هذا اليو اس تي حط منه تقريبا 10000 دولار. اوكي هو هذا. دونك حاليا عندي منه بديتو تقريبا يومين ربحت فيه 14 دولار. هاد 10000 دولار كيفاش كديروا الحساب؟ عندك 16% ديال العائد السنوي اللي هو تقريبا تجيك تقريبا 1800 دولار. اوكي هذيك 1800 دولار غادي تقسمها على 12، غاتعرف شحال غادي يجيك كل شهر. 150 دولار كل شهر غاتقسمها على 30 باش تعرف شحال غادي يجيك كل نهار، هي تقريبا 5 دولار. هذا هو اللي كيجيني تقريبا انا يوميا من ديك 10 دولار. دونك كتبقى مزيان انت ما كدير والو، كتدخلك 5 دولار في النهار اللي هي في الشهر 1500 درهم. درنا الحساب في انستغرام ديك المره
شنو 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 البلان؟ مثلا واحد كيمشي كيشري الدار في الدوحه اوكي كتقام عليه 25 مليون وكيبغي يكريها بشحال غادي يكريها ماكسيموم غادي يكريها ب 1500 درهم. اما الا جيتي مثلا واحد وحطها هنايا 25000 دولار ممكن تجي انا غنحسبها لكم باش تشوفوها بعينيكم 25000 دولار في 18% كتجي تقريبا 4500 دولار في العام اللي تقسمها على الشهر غادي تجيك 375 دولار مقارنة مع 150 دولار فرق كبير يعني عندك عندك تقريبا 225 دولار زايده دونك هذا هو يخليني انا ندفعني ندير هاد الفليكسيبل سيفينغ لي دي محطوط دونك نحطو في سيفينغ ويرجع لي واحد العائد شهري او يومي كيف ما بغيتو دونك هو هذا دونك انا كاين في اليو اس تي مالوغوزمون ما بقاش كيف قلت لكم التقاده مي ممكن تشوفوا واحد اخرين في لي بلاتفورم اللي كتخدموا فيهم نتوما بقاو ديما حاضرين مع بايبيت راه كيحطوا لي بلان في كل شهر تقريبا بقاو دخلوا نتوما الاولى باش تستافدوا منهم مي راه حاليا كاين بزاف زعما ما كاينش غير هذا هادو كاملين كاينين غير هما تيكونوا البيريود ديالهم كتكون قليله كتكون نهار 3 ايام فهمتوني هذا راه فليكسيبل فيه غير 4% هذا 3% 4.5% دونك فوالا كاين دي سيت خرين بحال انكور بروتوكول كنهضر عليه مهدي ممكن نهضروا عليه صراحه من بعد هو راه كيعطي تقريبا 20% في فلوس دي في الدولار دونك يعني كاين فين تلقاو هادشي الا بغيتو كنتو انتريسيان دونك هادو هما لي الانفستمنت اللي دار انا في ستيكينغ عندي نقولوا شوف ستيكينغ راه هو المايننغ ديال شحال هادي فهمتيني هو هذا يعني بلاص ما كتستعمل بي سي واجهزه لي تكونوا عندهم كارت جرافيك قويه ولا رام قويه انت كتحط الفلوس ديالك وكتجيب الفلوس راه بحال المايننغ ماينينغ 2.0 هذا هو هادشي اللي كاين كيف العاده كنبارطاجي معكم داكشي اللي كندير حتى كنجربو كنحاول نشارك معكم الراي ديالي والتجربه ديالي في ديك الحاجه اللي كنديرها دونك انتم شفتوا التجربه ديالي في هادشي ديال ستيكينغ في بايبيت كيفاش داير وكيفاش عامل نتمنى تكونوا استفدتوا اوكي الا كان عندكم شي اقتراح اخر ولا شي حاجه اخرى بغيتو نهضر عليها وكنت كنديرها خليها لي في الكومونتير عافاكم ما تنساوش بانني راه تنخدم وكندير هادشي غير بالتفاعل ديالكم وبالتشجيعات ديالكم عافاكم دونك لي لايك كومونتير علاش لا بارطاج مع اصحابكم باش هما يستافدوا ونستافدوا كاملين نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوش تبعوني في انستغرام باش تشوفوا المواضيع الحصريه قبل من يوتيوب ورمضان مبارك سعيد لكم كاملين تهلاو في راسكم يلا قولوا باي 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 باي.